رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البدايه ببرنامج مقابلات الدور 16 من كاس تونس لكره القدم اللي باش تدور نهار الاحد ماضي ساعه ونص نتاع النهار في ملعب حمد العواني ودون حضور الجمهور. مباراه هلال الشابه مع نادي حمام الانف، بعث بوحجله يواجه غزال البقال، تامل حمام سوسه يستضيف الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه، اتحاد بوسالم يواجه الملعب التونسي، النجم الساحلي مع مستقبل سليمان، هلال مساكن يواجه مستقبل رجيش، شبيبه العمران مع اولمبيك سيدي بوزيد، جريدة توزر المستقبل مع قوافل القفصة، النادي السبيقسي يواجه الملعب السبيقسي في ديربي الأجوار، جمعية مقرين تستضيف النادي البنزرتي، مستقبل قسرين يلعب ضد النجم الرادسي، الأولمبي البيجي مع نادي كرة القدم بالحمامات، اتحاد تطاوين يستضيف نجم التلاوي، نهار الأربعاء 15 فيفري ماضي ساعة ونص نتاع نهار مباراة الترجي مع أمل جربة، اتحاد بنقردان يواجه الاتحاد المنسيري، ومسك الختام نهار الخميس 16 فيفري بإجراء آخر مباراة في أولمبي رادس، النادي الأفريقي يستضيف مكرم المهدية. الهيئة المديرة لمستقبل الرجيش طالبت رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم بتطبيق القانون وحل فريق أولمبيك سيدي بوزيد مع انزاله إلى الرابطة الجهوية على خلفية الغياب الثالث لفريق النخبة الأولمبيك سيدي بوزيد في مواجهة نجم المتلوي بعد تغيبه على مقابلة نجم المتلوي ذهابا وإيابا مقابلة مستقبل سليمان، خاصة أنه لم يقع الإعلام بسبب الغياب وأنه طاقم التحكيم قام بتطبيق القانون ودون غياب الفريق، وبالتالي تبقى لمقتضى الفصل 39 و40 من القانون المذكور، فإنه يتعين حل أولمبيك سيدي بوزيد وإنزاله للدرجة الأخيرة. أكثر تفاصيل نسمعها مع عند الممثلة القانونية المستقبل الرجيش الأستاذة سماح سيودة. بالنسبة أولمبيك سيدي بوزيد فرع شبان بالضبط فريق النخبة، قام بثلاثة غيابات واجهته المتلوي ذهاب وإياب ومقابل ديمان، أخيرا هو مقابل المتلوي مقعش الإعلان على تبرير الغياب ودون الحكم أنه صار فما غياب اليوم. بالنسبة القانون هنا هو القانون واضح، فصل 38 من القانون الأساسي للجامعة، إنه هو اللي هو يعرف الغيابات، شنو الغياب؟ إنه في صورة هو الغياب اللي نقوله إحنا الفورفي جنرال، الغياب العام، إنه هو يا إما يكونوا غيابين متتاليين لنفس الصنف من الشبان، يعني المين كاتيجوري، وإلا ثلاثة غيابات يكون سكسيسيف، يعني متقطعة. الوضعية هذه بالنسبة للغيابات كانت لنفس الصنف اللي هو صنف النخبة، قام بثلاثة غيابات، وبالتالي هنا يقع تطبيق القانون فصل 39 فصل 40 تبقى للوضعية هذه اللي هي ثلاثة غيابات، هو في الحقيقة عمل غيابين متتاليين وفما الغياب الثالث ولا ثلاثة غيابات، هنا يصير تطبيق القانون اللي هي الجمعية تتحل وتسقط للدرجة الأخيرة، وهنا نطلب تطبيق القانون كما صار تطبيق القانون على الشابة وسقطها ديفيزيون 4 من مسألة قانونية، هنا المسألة القانونية يكون أوضح وواضحة جدا ولا تحتاج للتأويل، نطلب تطبيق القانون. إفريقيا، وبالنسبة لبرنامج مقابلات فرقنا التونسية في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، الغدوة الخامسة متاع العشية في رادس، مباراة الترجي مع المريخ السوداني واللي زفر الحكم الإيفواري إبراهيم خاليلو تراوري، ولحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لمسابقة كأس الكاف نهار الأحد الخامسة متاع العشية كيف كيف في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الاتحاد المنسيري يستضيف يانغ أفريكانز التنزاني بإدارة الحكم البيني جيندو لويس. نواصل في الأجواء الإفريقية، وبالنسبة لنتائج مقابلة اليوم لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، الزمالك المصري انقاد الهزيمة على أرضية ميدانه أمام شباب الوزداد الجزائري هدف مقابل صفر، ونذكر أن الفريق الجزائري يشرف عليه المدرب التونسي نبيل الكوكي. في المباراة الثانية الرجاء البيضاوي المغربي يضرب بقوة ينتصر على فريق فايبرس الأوغندي 5 أهداف كاملة مقابل صفر. منتخبنا التونسي الأواص لكرة القدم يواصل ترابسه التحضيري في تونس العاصمة استعداد المشاركة في كأس إفريقيا الأقل من 20 سنة اللي باش تدور في مصر من 19 فيفري إلى 11 مارس القادم، وتربص منتخبنا باش يتواصل يوم 14 فيفري باش تتخلوا زوز مقابلات ودية ضد نظيره السنغالي أيام 11 و14 فيفري الحالية. في كرة السلة، ممثل تونس الاتحاد المنستيري يستهل في اللحظات هذه مشاركته في كأس العالم للأندية بمدينة تنيريف الأسبانية واللي باش يكون فيها الاتحاد المنستيري، واجه في اللحظات هذه فريق لينوغو تنيريفي الإسباني في مقابلة الدورة النصف النهائي واللي انطلقت بداية من 10 متاع الليل بتوقيت تونس.
عالميا غدوة الموعد مع اليوم الختامي لكأس العالم للأندية اللي تدور فعالياته حاليا في المغرب 4:30 متاع العشية. المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث باش تجمع بين الأهلي المصري وفريق فلامينغو البرازيلي، و8 متاع الليل مباراة الفينال بين الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني. خارج تونس وفي أبرز مقابلات اليوم في الدوريات الأوروبية، في الليغا الإسبانية كاديش متقدم حاليا على جيرونا 2-0 في الشوط الثاني، في الكالتشو الإيطالي سيريال ميلان متعادل 0-0 أمام تورينو في الشوط الثاني، في البوندسليغا الألمانية شالكا متعادل أمام فولسبورغ 0-0 في الشوط الثاني، وفي الليغ أن الفرنسية نيس متقدم 1-0 على أجاكسيو في الشوط الأول. نختم نشرتنا بمعلومة صحية، تساهم الرياضة في حماية القلب وتحسين قدرة الرئتين بالإضافة لزيادة الكتلة العضلية مع المساعدة في التحكم في الوزن مع الحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض الصدرية. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيدة ترابلسي وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم.